بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم على فايرال مننجايتس بعد ما كان الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه على بكتيريال مننجايتس. الفايرال مننجايتس واحده من المحاضرات الرخمه شويه اللي حتى في الكليه مش بيحبوا يجيبوا منها اسئله كتير علشان خاطر يعني هي بتتصنف ان هي محاضره تقيله رخمه او مواضع الاسئله فيها بتبقاش كتير في الامتحان، لكن هنحاول ان شاء الله نقرب الامور. كلمه فايرال مننجايتس اوقات بنسميها اسيبتيك مننجايتس، لان الفيروس ما بيقدرش يعمل باس، ما بيقدرش يعمل صديد، فبالتالي دايما لما بنبص على المننجيز وفيها بكتيريا هتلاقي باس، وفي تي بي هتلاقي كازييشن، لكن لما يكون في فيروس ما بتلاقيش حاجه غير الانفلاميشن العاديه، شويه ميه اللي هو الاكسيوديت مع شويه اميون سيل مع الفيروس، شويه التهابات من غير باس من غير صديد، فبنسميها فايرال مننجايتس او اسيبتيك مننجايتس. كمان عندنا اوقات بتتسمى اسيبتيك مننجايتس لانك لما تيجي تعمل كالتشر على اطباق الاجار العاديه ما بيطلعش حاجه، ما بيطلعش ميكروبات، لان اللي بينمو على اطباق الاجار العاديه هو البكتيريا، اما الفيروسات عشان تنمو لازم تعيش على خلايا حيه، يعني عشان اجي في المعمل عندي وربي فيروس واكبره لازم يبقى فيه مثلا خلايا جايه من مونكي كيدني، كليه قرد، جايه من تشيك امبريو بيضه كده وفيها كتكوت، جايه حتى من خلايا عنق الرحم، سرطان عنق الرحم بتاعه الانسان، يعني يكون خلايا حيه ينمو عليها الفيروس. يبقى فايرال مننجايتس او الاسيبتيك مننجايتس هي نوع من المننجايتس عشان فايرال انفكشن، ويقول لك ان المننجايتس تاني لو حضرتك ما كنتش اخدت بالك من المحاضره اللي فاتت، المننجايتس هي انفلاميشن في المننجيز، ولو حضرتك كنت لسه داخل الطب جديد فالمننجيز دي هي الممبرين كفرنج ذا برين اند سباينال كورد. الساينز اند سيمتومز بتاعتهم كلهم فيفر وهيدك ونيك ستيفنس. يبقى كده فرقت ايه عن المننجيوكوكال مننجايتس؟ فرقت ان هنا مفيش فوميتنج وان كان ممكن يحصل، فرقت كمان ان هنا مفيش سكين راش. يبقى اللي هيكون مميز جدا مع المننجيوكوكال مننجايتس بتاعت البكتيريا وجود سكين راش. يبدأ بقى يتكلم على الحاجات اللي بتقارن بينهم زي ما قلنا كده. اولا لو جيت اقارن ما بين الفيرال والبكتيريال مننجايتس فهنقول ان السيمتومز مع الفيرال ليس سيفير والتدهور مش سريع. الحاجة التانية عندنا ان النوزيا والفوميتنج والفوتوفوبيا عندنا الحاجات دي ممكن تحصل، قلت ما اتقالتش في الكلاسيك لكنها ممكن تحصل عشان خاطر المنينجيال اريتيشن، فيجي المريض عنده التهابات في المننجيز، المننجيز مثاره ملتهبه بيطلع منها ميه تضغط على السباينال كورد وتضغط على البرين لو كانت في منطقه البرين، فبيزيد الضغط جوه المخ، بيزيد الانتراكرينيال بريشر. لكن كمان من علامات ان المننجيز ملتهبه ومثاره ان يقول لك عنده نوزيا وفوميتنج، قلت لكم مش مكتوبه كلاسيك وان كانت ممكن تحصل، عنده فوتوفوبيا خوف من الضوء، ده من اعراض ان المننجيز ملتهبه ومثاره، بالاضافه كمان وده قلناه مع البكتيريا، بالاضافه الى ان الفيروس يقول لك يا دكتور حاسس عظمي كله مكسر زي ما كنا بنشوف كورونا كده، حاسس عظمي كله مكسر، عضلاتي كلها يا دكتور وجعاني، عندي ملاذ، وخم، اجهاد، ده من مميزات العدوى الفيروسيه. هل ممكن الحالة اللي انا بقول صعب انها تتدهور او بطيء انها تتدهور، هل ممكن تتدهور؟ اه طبعا ممكن. ندخل عادي في السيفير كيسز عندنا في حاجة بقى اسمها ايه؟ مننجيو انكيفالايتس، ولو المريض دخل هنا غالبا هيموت، يعني لو المريض دخل في مرحلة عنيفة وفيها مننجايتس ومعاه انكيفالايتس غالبا هيموت. طب انا اشك ازاي ان الحاله دخلت في مننجايتس، ان يبدا اسف دخلت من المننجايتس في انكفالايتس التهاب في البرين، ان تبدا وظايف البرين تتاثر، وظيفه زي الكونفيوجن هيظهر ده دليل على ان التركيز بقى متاثر، وظيفه تانية اتاثرت زي وظيفه التحكم في المصل هتتاثر فيجيله سيجرز، يجيله تشنجات وممكن يموت في الاخر. يبقى altered mental status مستوى الوعي وسيجرز التشنجات لو بدات تحصل معناها ان المريض دخل في مننجيو انكفالايتس. ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل فايرال مننجايتس؟ في عيله الانتيروفايروس وعيله الهربس والعيله بتاعت الميسلز والمامبس والانفلونزا وعيله الايدز الاتش اي في هيومن اميونو ديفشنسي فايروس وعيلة الليمفوسيتيك كوريو مننجايتس فيروس ال LCMV وكمان عيلة سانت لويس انكفالايتس فيروس والويست نايل فيروس.
كل دي فيروسات. وعلى فكرة ده لسه يعني الانتيرو هي منها الايكو والبوليو والكوكزاكي، الهربس، الهربس سيمبلكس تايب 1 وتايب 2 في بعض الحالات، والفاريسيلا زوستر اللي هو هربس 3، والتشيكن بوكس اللي هو الجديري اللي هو يعتبر مثال، لان الفاريسيلا زوستر اللي هو رقم 3 بيعمل لي حاجتين، بيعمل لي في البدايه حاجه اسمها الجديري، وبعدين ينام ويصحى يعمل لي حاجه اسمها الحزام الناري اللي هو شينجلز او الهربس زوستر. الابشتين بار فيروس ده العيله بتاعه الهربس فيها 8، ابشتين فيروس هو الرابع، السيتوميجالو هو الخامس. الهربس 6 و7 و8 بيتكتبوا كده، هربس 6 و7 و8 لكنهم مش معانا. فكل دي فيروسات، الفيروسات دي عندنا هنبدا نتكلم على الفيروسات بنوع من التفصيل اكتر شويه، يعني كل واحد بيعمل ايه بشويه تفاصيل. اولا الهربس، عيله الهربس، عيله الهربس هم 8 فيروسات. ما يميز عيله الهربس كامله هو ايه؟ ان الفيروس يدخل يعمل عدوى، اول ما يدخل الجسم شويه اعراض نسميها برايمري انفكشن، وبعدين يستخبى من الاميونيتي يبقى اسمه ليتنت يعني نايم، وبعدين لما تبقى الظروف مناسبه يعمل ري اكتيفيشن يصحى تاني. يبقى انا عندي عيله الهربس الثمانيه مميزين ان هما بيدخلوا الجسم يعملوا اعراض، اول ما دخلوا اسمها برايمري انفكشن، يناموا يستخبوا من الاميونيتي بعد فتره اسمها ليتنت انفكشن، يصحوا لما تبقى الظروف مناسبه ري اكتيفيشن. عيله الهربس كلها كده، يبقى كلهم عندهم الابيليتي تو انتر ايه ليتنت ستيت، يعني يناموا بعد برايمري انفكشن ويبقوا ري اكتيفيتد ات ليتر تايم. الاستراكشر بتاع الفيروس، الفيرون خدوا بالكم يعني المفروض الكلام ده احنا عارفينه قبل كده، ان الفيروس بيتكون عموما من ايه؟ الفيروس بيبقى فيه جينوم جوه اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه، محاط ببروتين كوت. في معظم الفيروسات بيبقى ايكوسايدرال يعني باللوري، عامل زي شكل الكريستاله كده، بيبقى حوالي 20 مثلث لازقين في بعض. وفي بعض الفيروسات عليها من بره بيبقى فيه انفلوب غلاف خارجي والبعض مفيش. يبقى تاني الثوابت في الفيروسات ان يكون الفيروس من جوه موجود فيه، هنا عشان اطبق على طول على الهربس، هنا موجود جينوم دبل ستراندد لينير دي ان ايه، يعني دي ان ايه مزدوج، ولينير يعني خط ما هوش لافف عامل دايره، وحواليه زي اي فيروس في كابسد، ده عشان خاطر البروتكشن، ده بروتين يحمي الجينوم يحمي الدي ان ايه، وشكله هنا زي الكريستالات كده او باللوري ايكوسايدرال، واحتمال يبقى فيه بره انفلوب في بعض الفيروسات منهم الهربس، الانفلوب بتاعه بيبقى عليه بعض الزوايد من الجلايكوبروتين، جلايكوبروتين سبايكس. ده شكل الفيروس، عشان لو انا شكيت ان الفيروس ده موجود واخدت عينه من السي اس اف وبعدين جيت ابدا ازرعها في المعمل على خلايا حيه وبدات اشوف شكل الفيروس اللي بيكبر، هو ده شكل الفيروس اللي بيتشاف بالالكترون مايكروسكوب. الفيروس ده لما نيجي نبص على العيله، العيله بتاعته بتقسم الفا وجاما وبيتا. الالفا عندنا اللي هي هربس سيمبلكس تايب 1 وهربس تايب 2 وهربس تايب 3 اللي هو فاريسيلا زوستر 1 2 3، الجاما 4 و8، البيتا 5 و6 و7. يبقى كان الفا اول 3 ورابعهم يتحط مع جاما، وبعد كده البيتا 5 و6 و7 ورابعهم يتحط مع جاما، يبقى 4 و8. لما نيجي نشوف تايب 1 اسمه هربس سيمبلكس فيروس تايب 1، تايب 2 اسمه هربس سيمبلكس فيروس تايب 2، تايب 3 اسمه الفاريسيلا زوستر اللي هو الهربس 3، طيب تايب 4 اسمه الابشتين بار فيروس، تايب 8 الفيروس ده اسمه تايب 8 لكن مشهور ان بيعمل مرض اسمه كابوزي ساركوما، سرطان في الاوعيه الدمويه. طب تايب 5 اسمه السيتوميجالو فيروس، 6 و7 باساميهم بارقامهم عادي. الهربس سيمبلكس فيروس المفروض ان هو منه نوعين هربس سيمبلكس بيتسموا هربس البسيط تايب 1 وتايب 2، الاثنين بيعملوا نفس الكارثه مع اختلاف المكان. الاثنين دول لما بيجوا في اي مكان بيعملوا فيزيكلز، فقاعات كده مليانه ميه، وممكن تفرقع وبعدين تسيب مكانها ولا اي حاجه كانها ما كانتش موجوده، وممكن تفرقع وتسيب مكانها ألسرز يعني قرح.
الاثنين بيعملوا كده في البرايمري انفكشن. بعد كده الاثنين بيروحوا يستخبوا في التجمعات العصبيه او العقد العصبيه اللي اسمها جانجليون، وبعدين الاثنين ممكن يصحوا مع بعض الحالات بتاعه ضعف المناعه، مع بعض الانفكشنز الثانيه تصحيهم، الانسان ياخد كورتيزون. حتى في كلام بيقول ان هم بيصحوا مع التعرض للشمس، وان كان ده عكس اللي احنا عارفينه ان الشمس دي بتخلص على الميكروبات. لكن القصه لما هما الاثنين نفس الحاجه، ليه ده اسمه 1 وليه ده اسمه 2؟ عشان المكان. هيربس سيمبلكس تايب 1 بيجي في الفيس، هيربس سيمبلكس تايب 2 بيجي في الجينيتال اورجانز. يبقى انا عندي في نوعين من السيمبلكس، تايب 1 وتايب 2، والتو فيروس كروس رياكت سيرولوجيكالي، يعني الانتي بودي اللي بيهاجم ده هو اللي بيهاجم ده، ولكن مع بعض اليونيك بروتينز، يعني في اختلافات بسيطة كده، البروتينز المميزة لده ولده هي بعض البروتينات البسيطة. طريقة العدوى بتاعت الاثنين، هيربس سيمبلكس فيروس دبل بوس كيسنج، موجود في السلايفا. لما بلاش تقعدوا تبصوا العين الصغيرة، الكبار ملناش دعوة، بصوا براحتكم. الهيربس سيمبلكس تايب 2 ده جنسي، سيكشوال كونتاكت. بعد كده بيتكاثر فين؟ بيحب قوي الميوكس ممبرين، خاصة البريدد، كمان المناطق البريدد سواء في الميوكس ممبرين او في السكن، مناطق الخدوش الرفيعة. ده اللي بيجي لنا بعد نزلات البرد، يقول لك ده البرد نطر وخرج على شفايفه كده وعلى وشه، تبص تلاقي ان في فقاعات هنا كده، ده هيربس سيمبلكس، هو ده الهيربس سيمبلكس تايب 1. طيب يعمل فيزيكولار ليجن يعني فقاعات، اوروفيشيال يعني في الماوث والفيس في تايب 1، جينيتال ده في تايب 2. ولكن عندنا ناخد بالنا من المعلومة دي، ان هيربس سيمبلكس ممكن يعد الاورال او الجينيتال على حسب المنطقة بتاعته حتى لو مش نوعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحدة تكون حامل وعندها في منطقة السكس اورجانز هيربس سيمبلكس تايب 2، اللي هو شغلته يعد السكس اورجانز الجينيتالية، وهي بتولد ولادة طبيعية، البيبي وشه عدى على الفاجينا عندها، لقط تايب 2، يقوم تايب 2 اللي جاي في الفيس بقى تايب 2 ويعمل اعراض في الفيس شبه تايب 1. ليه؟ هو المفروض تايب 2 متعود ينتقل جنسيا، لكن هنا الصدفه خلته ينتقل لوش البيبي ده اثناء الولاده، يقوم يعمل اللي متعود يعمله من الليجن، يعمل نفس الفقاعات. يعني مش معنى ان ده تايب 1 وده تايب 2 ان هو ده مكانه الوحيد، لا، لو لقى نفسه بالصدفه هو تايب 2 وجاي في الفيس يشتغل زي تايب 1 عادي، ما عندوش مشاكل. الكلينيكال سيندرومز عندنا، تعالى كده في هيربس سيمبلكس تايب 1 ناخد الموضوع منين؟ ابدا ان هو جاي جوه الماوث، فبيعمل اكيوت جينجيف استوماتايتس، يعني بيعمل انفلاميشن في الجينجيفا في اللثه، واستوماتايتس يعني في بطنه الخدود، وبعدين يطلع بره شويه يروح على الشفايف. هيربس لبياليز بنسميها الكولد سورز، القرح اللي بتجيلنا مع البرد، طلع على الشفايف. وبعدين حضرتك طبعا عندك شويه فقاعات كده تقعد عاملكم شويه بايدك تلعب فيها كده، تشوف هي راحت ولا ما راحتش، قال يعني دي اللي هتطفش العروسه ولا دي اللي هتطفش العريس، فتلاقيه عمل لي بعد شويه هيربيتك ويتلو، اللي هو عباره عن ايه؟ شويه باستيولز، فقاعات مليانه صديد جت في الايدين، يا اما بتاع الدكتور اللي بيفحص المرضى بايده من غير جوانتي، يا بتاع المريض نفسه اللي عمال يلعب في الليجن كل شويه. بعد كده خدوا بالكم احنا جينا منين؟ من جوه، رحنا للشفايف، الايد اللي بتلعب في الشفايف او تفحصها. بعد كده يبدا يطلع فوق بقى، يروح على العين، يعمل كيراتو كونشنكتيفايتس. كيراتو يعني كيراتايتس، التهابات في الاي، وكونجنكتيفايتس التهابات برضو في الاي. طب ايه الفرق بينهم؟ كيراتايتس يعني في القرنيه، كونجنكتيفايتس يعني في الكونجنكتايفا، يعني في الملتحمه، يعني بطانه الجفون. في النهايه بقينا بندرسه مع السي ان اس، هيقوم رايح بقى من العين بعد كده يروح للبرين يعمل انكيفالايتس، وارجع اكد تاني ممكن نقراها انكيفالايتس او انسيفالايتس، ما علينا منه. المهم التهابات في البرين. طب لو حد اميونو كومبرومايزد، مناعته ضعيفه، ابص الاقي الفيروس ينتشر، يعني ممكن من جوه هنا كان موجود في الماوث ينزل للاسوفيجس يعمل اسوفجايتس، ينزل لللانج يعمل التهاب رئوي نمونيا، او يتوزع في الجسم كله يعمل دي اي سي،
يعني اسف يعمل ديسيمينيشن يعني انتشار في كل الاماكن ديسيمينيتد فايرال انفكشن. دي اي سي ده كنا نروح في حته تانية خالص بس الواحد متعود عليها يعني. نيجي بقى لتايب 2. تايب 2 بيجي جينيتال فيعمل لي حاجه اسمها جينيتال هيربس، يعني هيعمل نفس الفيزيكلز اللي ممكن تفرقع تعمل نفس القرح ألسريشن، ولكن المشكله المكان بتاعها الاكسترنال جينيتاليا الاعضاء التناسليه الخارجيه اند يوترين سيرفكس عنق الرحم. طب لو البيبي وهو مولود حديثي الولاده نيونيتال انفكشن حصل كونتاكت ما بين البيرث كانال اللي فيها فيزيكل ما بين العنق الرحم كده والفاجينا اللي فيهم الفيزيكل بتاع الفيروس وما بين وش المريض، هيجي المريض هنا يبقى بيبي طفل بيتولد هيجي له ايه؟ هيجي له عدوى بالهربس هنسميها نيونيتال هربس، وممكن تاخد شكل اسيمتوماتيك يعني مفيش اعراض اصلا، ممكن تاخد شكل اعراض التهابات بسيطه وفيزيكلز فقاعات بسيطه، ممكن تاخد شكل سيفير جنراليزد ديزيز يعني ممكن يموت يحصل انفلاميشن عنيفه، خاصه ان الفيروس ده من الحاجات اللي تقدر تعمل اسيبتيك مننجايتس، لكن هو كمان ممكن يعمل مشاكل تانية زي ما قلنا فيزيكلز وقرح. يبقى هو الفيروس ده ممكن يجي في الفيس ويروح للبرين او للمننجيس، اه يقدر يعمل كده لو حصل تلامس ما بين وش المريض والليجن اللي موجوده في عنق الرحم او البيرث كانال عموما. طبعا ده شكل الفقاعات بتاعته لما بيعمل برايمري انفكشن. الفيروس بعد البرايمري انفكشن سواء كان تايب 1 او تايب 2 قرر ينام، يروح ينام فين بقى؟ بينام في الجانجليا. تايب 1 بينام في الترايجيمينال جانجليا بتاع الترايجيمينال نيرف منطقه الفيس. طب تايب 2 ينام فين؟ في الساكرا الجانجليا في اخر الظهر منطقه الحوض منطقه السكس اورجانز. طب لما يرجع يصحى تاني، بصوا انا مش عاجبني الصوره دي عشان الصوره دي مش هيربس اصلا بس هي موجوده كده في الكتاب، بس هي مش عاجباني عشان هي مش هيربس يعني. لما نيجي نشوف بقى الريأكتيفيشن لما يصحى تاني، ساعات يبقى مع الكومون كولد نزلات البرد مع لخبطه الهرمونات، يعني مثلا الكورتيزون زاد شويه او الانسولين قل شويه، الحاجات دي بتساعد ان الفيروس ينشط او السان لايت ضوء الشمس اللي عليها كلام كتير. النتيجه انه هيصحى تاني، لما هيصحى بيعمل ايه؟ بيعمل قرح كولد سورز وكيراتايتس. وعلى فكره القرح بتاعته هو من اشهر اسباب قرح العين، يعني الكيراتايتس حتى التهابات القرنيه يبقى معاه قرحه في القرنيه دي مشهوره جدا في الهيربس. او هنا لو صحي تايب 2 وده مشهور ان هو يصحى ممكن يبقى اسيمتوماتيك او ممكن يعمل لي فايرال شيدنج. اسيمتوماتيك خالص في الاعراض ابص عليها ما الاقيهاش، لكن بيفضل اثناء ما هو حتى اسيمتوماتيك يعمل فايرال شيدنج، يعني تكاثر ويعدي تكاثر ويعدي. فبالتالي ده واحد من الفيروسات اللي بتكشف الخيانة والعلاقات الجنسية الآفمة، ده بتاع بيوت الدعارة زيه كده زي السيفلس زي التراكوما الحاجات اللي هي مشهورة بتعمل كده. الدياجنوزس التشخيص بتاع أي فيروس عموما بيمشي ازاي؟ تشخيص الفيروسات ممكن عايز أتفرج على الفيروس نفسه يبقى ده بالإلكترون مايكروسكوب، او ممكن عايز اتفرج على تاثير الفيروس بنسميها السي بي اي السيتوباثيك افكت، وانا مش بتكلم على الفيروس ده انا بتكلم بصفه عامه. يبقى عندي الكترون مايكروسكوب عايز اتفرج على الفيروس شخصيا، سيتوباثيك افكت عايز اشوف الضرر اللي الفيروس عمله، او ممكن نعمل سيرولوجي يعني نشوف الانتي بودي اللي بتهاجم الفيروس فتكون النتيجة لو أنا لقيت الأنتي بودي أستنتج إن الفيروس موجود. يعني لما تلاقي مثلا مباحث المخدرات داخلة بيت فأنا عرفت إن البيت ده فيه تاجر مخدرات، لما الاقي مباحث الآداب داخلة بيت فأنا عرفت إن البيت ده فيه شقة دعارة. أنا ما شفتش الشقة ولا شفت تاجر المخدرات لكن شفت الأنتي بودي اللي بيجري وراه من المضاد بتاعه. فإحنا عندنا برضو ممكن إلكترون مايكروسكوب يوريني الفيروس، ببقى واخد عينة من الهربيتيك ليجا من أي فقاعة، او ممكن عندنا ان انا اخد اسواب اخد مسحه كده من البيز اوف ذا ليجن يعني الفقاعه دي اخد مسحه من تحتها من الجلد وابدا اصبغها بالجيم ساستين، او ممكن ادور على الانتي بودي.
لما بنجيب الجيم سستين او لما بتفرج على التاثير بتاع الفيروس ده، الفيروس ده بيخلي السيلز تلزق في بعضها. يعني فيروس الهربس مشهور انه بيخلي السيلز القريبه من بعض تلزق في بعض. الدياجنوز عندنا لو لقيت ان قال لي في الاخر ده هربس فيروس سيمبلكس تايب 1 او تايب 2 محتاج علاج. في حالات كتير جدا بتبقى سيلف ليميتنج، مش محتاجه ادويه، هتخف لوحدها زي الفقاعات اللي بتجيلنا بعد نزلات البرد كده. طب لو هدي ادويه هتلاقي الادويه اخرها كلوفير، كلوفير مضادات الفيروسات كده. فاحنا عندنا اسايكلوفير، فانسي كلوفير، وفالا سايكلوفير. فاحنا عندنا الثلاثه دول هي الادويه اللي ممكن تستخدم، والاسايكلوفير هو اشهرهم اصلا. يعني مش اي حد يجيله فيرال انفكشن بسيطه نديله مضاد فيروسي. يعني الاسايكلوفير مثلا، مش هتكلم على الاثنين التانيين، اسايكلوفير كبسولاته مثلا ليها تركيز 200 ملي جرام، تبص تلاقي بيتاخد 4 مرات على الاقل في اليوم، وممكن يبقى جرعات اعلى من كده. فتلاقي المريض من تاثير العلاج نايم هبطان دايخ مش قادر، يقول لك يا ريتني كنت سبت الفيروس ده، انا ما كنتش تعبان كده. والفيروس في الاخر هيخف لوحده من غير علاج. فالعلاج ده للحالات العنيفة بس. ودور العلاج مش ان هو من غيره يعني الحياة سودة. العلاج ده اصلا بيأثر الديوريشن بتاع الليجن ويقلل الشيدنج، يقلل التكاثر. فبدل ما الفيروس هيقعد مثلا اسبوعين هنخليه يقعد اسبوع، بدل ما هيقعد 10 ايام هيقعد 5، لكن اضرار الادوية كتير. طب هل ده بيخلي الفيروس ما يستخباش؟ او هل ده بيخلي الفيروس يموت لو مستخبي؟ او هل ده بيمنع ان الفيروس يرجع يصحى تاني؟ لا، مفيش دراج يمنع الريكرنس ان الحاله تتكرر، مفيش ريكرنس يموت الليتن ستيج. الفيروس نايم محدش يقدر عليه. نروح بعد كده لفاريسيلا زوستر فيروس. الهربس كان مهم والفاريسيلا كمان مهم. الفاريسيلا زوستر فيروس اول ما يدخل الجسم بيعمل شويه اعراض بنسميها فاريسيلا، اللي هي الجديري للتشيكن بوكس، مش الجدري. الجدري ده كان فيروس قديم اسمه سمول بوكس، وده الفيروس الوحيد اللي انتهى من على وجه الارض. انا بتكلم على جديري التشيكن بوكس او فاريسيلا، الجديري المائي. بيبقى الانكيوبيشن بيريود من 14 ل 21 يوم. وبيتنقل ازاي؟ بطريقتين. الطريقه الاولى الدروبلت، الرذاذ، اللعاب، تعطس او تكح وانت عندك جدري، اسف عندك جديري في وش صاحبك او في وش صاحبتك. الحاجه الثانيه طبعا ممكن تبقى دكتور على فكره وداخل تفحص المرضى، وده بيحصل، كان بيحصل معانا في الامتحانات، تلاقي عيل صغير كده في قسم الجلديه عنده جديري كح في وشك، تقوم انت حضرتك ايه؟ قلع البلطو ونايم على السرير اللي جنبه، بقيت انت مريض. يبقى عندنا ممكن يتنقل بالدروبلت او التلامس مع الليجن الدايركت كونتاكت. طب يعمل ايه عندنا؟ الكلينيكال فايندنج بتاعته طبعا هو المميز بتاعه هو برضه فيزيكلز، هو الطفح الجلدي اللي بيعمله. في شويه حاجات كده ايه يعني، هنقول مثلا مايلد فيبرايل إلنس، شويه حراره بسيطه كده يعني، لكن مش ده اللي فارق معايا. اللي فارق معايا انه بيعمل سكين راش، طفح جلدي مميز جدا. التوزيع بتاعه كمان مميز. يعني ايه التوزيع؟ يعني يبدا في الترانك بعد كده يروح للاطراف، يبدا في الترانك في الجزع في البطن بعد كده يروح للاطراف والفيس، لكن بدايته في الترانك دي حاجه مميزه. وايام زمان لما كان في جدري الجدري كان بالعكس، الجدري كان يبدا في الفيس وينتهي في الترانك. عشان كده تلاقي ان الناس مهتمه قوي بيها حتى وهما مش فاهمين السبب. يعني في اجيال طالعه دلوقتي وهي بتشرح او هي بتعلق على الموضوع، يعني مش عايزين نعمل كومنت على حد، بيبقوا مش عارفين هو ليه مهم قوي ان اقول انه بيبدا في الترانك، ايه الاهميه بتاعتها؟ لان ايام زمان كنا بنقارن ما بين الفيروس اللي بيبدا في الترانك اللي هو التشيكن بوكس واللي يبدا في الفيس اللي هو السمول بوكس الجدري والجديري. عشان كده حضرتك كنت بتسال المريض هو بدايه الطفح الجلدي ده الراش ده فين؟ لو قال لك في الترانك يبقى تشيكن بوكس، قال لك في الفيس يبقى سمول بوكس، لان في الاخر اللي بادئ في الفيس هيروح للترانك واللي بادئ في الترانك هيروح للفيس اند لامس. اجي بقى النهارده على جسم المريض الاقي ظهر شويه فقاعات. اجي بعد يومين ثلاثه على جسم المريض الاقي ظهر فقاعات ثانيه. اجي بعد يومين ثلاثه على جسم المريض الاقي ظهر فقاعات ثالثه. عشان كده بيقول لحضرتك ان الفيزيكلز الفقاعات او الطفح الجلدي بتظهر على هيئه سكسيسيف ويفز، يعني مرات متتاليه، يعني مش وخلاص ظهر الفيزيكلز والقصه انتهت، لا
ده دي فيزيكال ظهرت، بعدها بيومين ثلاثة يظهر مجموعة جديدة، بعدها بيومين ثلاثة يظهر مجموعة جديدة. وهي من الحاجات المميزة تلاقي ان كل مجموعة فيزيكال بيبقوا شبه بعض لان هم ظهروا مع بعض. عارف كده زي الدفعات بتاع الكليه، دفعه اولى شبه بعض ودفعه تانيه شبه بعض ودفعه تالته، لان كل سنه جديده بيدخل دفعه. فبرضه كده كل كام يوم بيطلع مجموعه يبقى منهجهم واحد. الكومبليكيشنز عندنا نادره جدا، لكن لو حصلت هو ده اللي خلانا نحطه في موضوعنا النهارده. لو حصل كومبليكيشنز ممكن تبقى منينجايتس او انكيفالايتس او نمونيا، ده لو حصل. طبعا ده شكل ايه السكن راش اللي بيبدا فيه البطن والظهر. الفاريسيلا بقى هل ممكن تعدي الاطفال حديثي الولاده وممكن تعدي اصلا الجنين ولا لا؟ الفاريسيلا ايرلي امبريجنسي، في بدايات الحمل عاده ما بتعديش البلاسينتا، ولكن لو عدت يعني افرض ان هي عدت تعمل ايه بقى؟ تدمر الاي، يعني بتدمر اللينس والريتنا وبعدين تروح تدمر البرين. تعرفين اللينس العدسه بتاع العين، ريتنا الشبكيه، وبعدين تروح تدمر البرين. وده النحس، دول سعداء الحظ يعني اللي هم الطبيعي الفاريسيلا ما بتروحش للجنين راحت له. كمان عندنا نير ذا تايم اوف بيرث، يعني لو قربنا من الولاده اه عادي بتبقى مشهور ان هي تعدي وبتعمل تيبيكال فاريسيلا، يعني الاعراض بتاعت الفيزيكلز والسكين راش اللي احنا شرحناها دي بيبقى وقت الولاده يتولد على طول عنده جديري او يظهر بعدها بفتره صغيره. السيفيريتي بتاع الديزيز بيعتمد على هل الام بدا جسمها يصنع انتي بوديز او اميونوجلوبولين وادتها للجنين ولا لا؟ لان الجنين في اول ما يتولد في بدايات حياه البيبي وحياه الطفل بيبقى ما عندوش قدره في جسمه على تصنيع الاجسام المضاده الانتي بوديز، بيبقى معتمد على المناعه اللي خدها من مامته. فدلوقتي السيفيريتي شده الحاله عند الطفل هتعتمد هل الام كانت فعلا عملت انتي فاريسيلا زوستر فيروس اميونوجلوبولين ولا لا؟ لو كانت صنعت اميونوجلوبولين اللي هو الاي جي جي اللي بيعدي البلاسينتا ويفضل يحمي الطفل بعد الولاده، لو كانت هي صنعت من ده كتير وقت الولاده معنى كده ان هي هتدي للطفل قبل ما يتولد شويه مناعه فالحاله هتبقى هاديه. طب لو كانت لسه جسمها ما صنعش الانتي بوديز معنى كده ان الطفل ده هيتولد من غير حمايه وهيفضل من غير حمايه، هتبقى الاعراض شديده ولازم ياخد علاج. طب لما الفاريسيلا بتقرر تنام بتنام فين الليتنس بتاعها؟ لما بتقرر تنام عندنا بتنام في الترايجيمنال جانجليا بتاعت الرقبه والدورزال روت، يعني في منطقه الظهر يعني ورا هنا باك اوف ذا شيست، يبقى الرقبه واللي تحتهم عند الثراسيك فيرتبري كده دول المكانين اللي بتنام فيهم. هنا بقى الفيروس ده ينام اسمه فاريسيلا لما يصحى يبقى اسمه زوستر، ينام اسمه تشيكن بوكس لما يصحى يبقى اسمه شينجلز. يبقى قبل ما ينام ليه اسمين، فاريسيلا ده اسم، تشيكن بوكس ده الاسم الثاني، لما يصحى يبقى ليه اسمين زوستر او شينجلز اللي هو الحزام الناري. ايه هو الحزام الناري؟ الفيروس كان نايم في العقد العصبيه. لا الصوره دي مش عجباني برضو، ما علينا. الفيروس كان نايم في العقد العصبيه، كان نايم هنا، وبعدين لما يصحى يمشي على السنسوري نيرف، يمشي على العصب، فتبص تلاقي يا اما على ناحيه واحده او على ناحيتين حزام كده بيحزم الجسم اللي هو ماشي على مسار النيرف وعمال يعمل فيه الفيزيكلز اللي هي الفقاعات دي. الوجع بتاعها بيكون شديد جدا، بتكون ملتهبه حمار سخونه، ده بنسميه حزام ناري. يقول لك ده بيلت اوف روزز فروم هيل، ده شويه ورد كده بس من الجحيم من النار. يبقى احنا عندنا الزوستر هو عباره عن ايه؟ سبوراديك ديزيز يحصل لمين؟ للاميونو سبريست بيشن، يعني مش كل سبوراديك يعني فردي، يعني مش كل واحد حصل ان الفاريسيلا نامت عنده في الجانجليا هيجي بعد كده الفاريسيلا تصحى ابدا، ده دي حالات فرديه لما يكون الشخص مناعته ضعيفه. هيعمل لي نفس الفيزيكلز ولكنها مؤلمه بينفول لانها جايه على النيرف بالظبط، على السنسوري نيرف بالظبط. كان نايم في الدورزال روت جانجليا ولا كان نايم في الترايجيمنال؟ لو في الترايجيمنال يعمل حزام ناري في الوش، مش مشهور قوي. لو كان في الدورزال روت يعمل في منطقه الشيست والابر ابدومن، ده مشهور، ده اللي مشهور مع الشينجلز عندنا. ويقول لك ده بيلت اوف روزز فروم هيل، ده الورد ده من الجحيم. البين ممكن بيستمر اسابيع، وفي بعض الحالات في حاجه اسمها بوست هيربيتك
او بوست زوستر نيورالجيا، وجع في الاعصاب ممكن يستمر طول الحياة، يعني ممكن يطول شوية او يستمر طول الحياة. ولو المناعة واقعة قوي، ولو المناعة واقعة قوي ممكن يجيله disseminated infection ويدخل فينوموني. طيب عايزين بقى شخص، يعني جاي لي طفل مثلا زي ده وعايز اعرف هو عنده فاريسيلا ولا ما عندوش. نعرف ازاي عندنا بالاعراض، الدياجنوزس مينلي كلينيكال، لكن لو احنا بقى عايزين نعمل تشخيص هيتعمل شبه بتاع الهربس سيمبلكس كده، اشوف الفيروس نفسه، اخد مسحه من العينه، ادور على الانتي بودي، مسحه من الليجن، ادور على الانتي بودي، هو نفس الكلام. وبعدين ممكن نفضل نقيس الانتي بودي بتزيد ولا لا. لما انا بشوف الانتي بودي عماله تزيد ده يشخص الفاريسيلا، ان الفاريسيلا موجوده دلوقتي، لكن ده ما يشخصش زوستر. ليه بقى؟ لان واحد جاله فاريسيلا، جاله تشيكن بوكس، فاصلا ما كانش عنده انتي بوديز، بدا يظهر انتي بودي وبدات تزيد، وانا عمال اتابعها بتزيد، يبقى عنده فاريسيلا. تمام كده، شغاله دلوقتي. طب بعد ما الفيروس نام تفضل الانتي بوديز موجوده في البلاد طول العمر، طول العمر. عشان كده الانتي بوديز بتفضل كتير طول العمر، فلو الفيروس صحي تاني مش هيتصنع له انتي بوديز جديده، الانتي بوديز موجوده تروح تتخانق معاه. فالفيروس بعد ما يصحى ما بيحصلش تغيير في الانتي بودي، لكن لما كان لسه داخل الجسم كان بيحصل تغيير في الانتي بودي. عشان كده احنا بنشخص الفاريسيلا ممكن بالانتي بودي، لكن مش بنشخص الزوستر بالانتي بودي. التريتمنت، العلاج زي اللي قبله، مفيش انتي فايرال محتاجينه عندنا، ولكن بقى ايه، ممكن واحد ياخد اسايكلوفير لو كان عنده مناعته ضعيفه قوي وعايز اسنده وبدا المرض يبقى ديسيمينيتد وينتشر عنده وعايز الحقه. البريفنشن في حاجتين، في عندنا اميونوجلوبولين وفي فاكسين. فاريسيلا زوستر اميونوجلوبولين يعني بديله اجسام مضاده اللي احنا بنسميها باسيف اميونيتي. ده واحد جاله فاريسيلا او جاله زوستر عندنا مناعته ضعيفه وتعرض للفيروس، يعني هو مثلا مناعته ضعيفه وتعرض مباشر للفيروس، اديله تطعيم؟ لا، اعمل ايه؟ اديله انتي بودي تدافع عنه، زي الطفل اللي كان لسه مولود ده مثلا ولقط من مامته العدوى بس ما لقطش منها انتي بودي، ما اخدش انتي بودي منه، فجسمه فاضي من الانتي بودي، اديله من عندي انتي بودي. لكن في واحد ما تعرضش لسه للفيروس، فانا بديله تطعيم ينشط الاميونيتي عنده علشان خاطر يبقى بعد كده لو الفيروس دخل جسمه يقدر يقاومه. التطعيم عندنا بيبقى ليف اتينيويتد فاكسين، يعني فيروس ضعيف مش ميت، بيتاخد جرعه واحده في الاطفال ما بين سن سنه الى 12 سنه، لقيناه ناجح قوي جدا في منع الفاريسيلا. لكن لو حد كان عنده انفكشن قبل كده، اتفقنا ان الفيروس اللي دخل واستخبى مش هيطلع تاني، او مش هيطلع بقى، الادويه مش هتطرده من المكان ده، مش هتخرجه، مش هتموته. فانا عندي الفاريسيلا اللي لسه ما جاتش، يعني واحد ما عداش الفيروس ده على جسمه، هديله التطعيم مره واحده ما بين سن سنه الى 12 سنه مسموح، هتلاقي ان هو خلاص جسمه صنع انتي بودي وبقى محمي من الجديري. لكن واحد كان جاله فاريسيلا، جاله جديري ودخلت نامت، استخبت عندنا جوه الجانجليا، لو اديت تطعيم مش هيحمي بعد كده خلاص، لان الفيروس نايم، والنايم ده لا التطعيم بيأثر عليه ولا الادويه بتأثر عليه. المقارنة ما بين المرحلتين بتوع المرض، البرايمري والري اكتيفيشن. البرايمري عندنا او التشيكن بوكس بيبقى كونتيجوس ديزيز، يعني معدي جدا، اما الشينجلز او الزوستر بيبقى موجود على النيرف، العدوى بتاعته بقى اقل، يعني التشيكن ده اكيد جايبه من بره، لكن الشينجلز او الزوستر هو جاي من جوه، كان نايم في الجانجليا وطلع مشي على النيرف والعدوى بتاعته اقل. الاعمار عندنا كل الاعمار، ولكن بيجي في الاطفال. الفاريسيلا لما ينام بينام سنين كتير، ولما يصحى بيصحى غالبا في الادلت. الترانسميشن قلنا بالاير دروبلت باسوي، يعني يعطس او يكح في وش اللي قدامه، لكن عندنا بالنسبه للشينجلز او الزوستر بيبقى فيه تشيكن بوكس او فاريسيلا وبعدين نام وبعدين يصحى. في بعض الحالات زي ما قلنا ممكن بيصحى مع نزلات البرد او التعرض للشمس او لخبطه الهرمونات. نوع الانفكشن دي هنا البرايمري انفكشن، دي هنا الري اكتيفيشن، ما كانش مستاهل يعني يتعب نفسه ويقول الكلام ده. السيمبتومز بتاعت التشيكن بوكس، فيفر مايلد واتشنج راش، وعرفنا مكان الراش بيبدا في الترانك بعد كده يروح للفيس ولمس. شينجلز او زوستر بيبقى بينفول، لوحزم ايه ناري، بيلت اوف روز فروم هيل، وممكن البين يكمل كمان.
الراش بيبقى اتشنج ونان جروبد فيزيكال، يعني الفيزيكلز مش متجمعه مع بعض، لكن عندنا بيبقى في الزوستر بينفول، قلنا حزام ناري من الجحيم، والجروبد فيزيكلز مجموعات مع بعض. الكومبليكيشن رير هنا لكن هنا اكتر شويه. نروح بعد كده نتكلم بقى على مين، سايتوميجالو فيروس. السايتوميجالو فيروس اللي هو هربس 5، الترانسميشن بتاعه بيتنقل ازاي؟ الفيروس ده بيفرق هل اتنقل من الام للجنين ولا هل اتنقل بين اشخاص عاديين ادلت. ايرلي ان لايف ده بيتنقل من الام للجنين وللطفل، كل حاجه في الام ممكن تعدي الطفل، يعني ممكن ترانس بلاسنتال فهو في جسم الام يعدي البلاسنتا ويروح للجنين، او موجود عندها في الجهاز التناسلي اثناء الولاده الطفل يلقطه من البيرس كانال، او بعد الولاده ترضعه لبن مسموم موجود فيه فيروس اسمه سايتوميجالو فيروس. طب بالنسبه الطفل اللي مامته ما عندهاش حاجه، هو لازم يعني الام يبقى عندها واحد مامته ما عندهاش سايتوميجالو فيروس، ممكن يتنقل بايه؟ يتنقل سيكشوال، يتنقل بالسلايفا وده الاشهر، يتنقل بلاد ترانسفيوجن اورجان ترانسبلانت، نقل الدم وزراعه الاعضاء. يعني تخيل كده واحد رايح يتبرع بليفر، واحد رايح يتبرع بكدني، ما الكدني دي شايله بلاد، ممكن يبقى جواه سايتوميجالو فيروس. خدوا بالكم السلايفا لغايه دلوقتي هي الحاجه المشهوره، يعني العيله دي بتتنقل اكتر حاجه بالسلايفا باللعاب. البرايمري انفكشن اول ما الفيروس ده يدخل الجسم تبص تلاقي ان هو رينج كبير جدا من الاعراض، يعني ممكن يكون اسيمتوماتيك انفكشن، يعني مفيش اعراض خالص، كل شويه بس الفيروس يظهر كده في السلايفا واليورين بشكل متقطع وبعدين يختفي. او ممكن يعمل حاله شبه الانفكشوس مونونيوكليوزس. ايه الانفكشوس مونونيوكليوزس ده؟ هتكلم كمان شويه. لما بيجي الفيروس اللي اسمه ايبشتين بار فيروس ويدخل يعدي البي لمفوسايت، هتكلم عليها كمان شويه. لكن يعني في اجسام مضاده اسمها الهيتروفيل انتي بودي، دي بتهاجم الايبشتين بار ما بتطلعش للسيتوميجال، مش موضوعنا، هنقولها في الموضوع اللي بعده على طول. او ممكن عندنا بقى تيجي العدوى في واحد مناعته ضعيفه، تبص تلاقيها تعمل هيباتايتس وتعمل نمونيا وتنتشر وتعمل مشاكل كتير جدا. اما الكونجيتال انفكشن هو ده يعتبر ذا موست كومون انترايوتراين فيرال انفكشن، عشان ام اس كيو اكتر فيروس لو موجود عند الام هيعدي الجنين هو السيتوميجالو فيروس، بيعمل كوارث للطفل، ممكن الحمل ما يكملش اصلا، اباش اجهاض، ممكن الحمل يكمل والطفل يتولد ميت ستيل بيرث، او يتولد عنده الاعراض. طب الاعراض اللي بتكون موجوده عنده بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن ان عنده منتال ريتارديشن، تخلف عقلي، مايكروسيفالي، مخه صغير ما بيشوفش، بيبقى عنده بلايندنس اعمى، ديفنس اصم ما بيسمعش، ده في حاجات تانية ما اتقالتش، يعني عنده الليفر متدمر وعنده السبلين متدمر وعنده انيميا وعنده جوندس، بيبقى عنده حاجات كتير جدا جدا جدا. نيجي نبص على البيري نيتال انفكشن، يعني بيري نيتال دي يعني الفتره اللي اثناء الولاده، قبل الولاده على طول، بعد الولاده على طول، اللي هي ما قعدش كتير جوه الرحم، يعني اللي هو العدوى جات له يا دوب وهو خارج بس من اليوترس، او العدوى اللي بتيجي مع الملك غالبا بتبقى بسيطه مع الرضاعه، يعني طالما عدى فلت من الام بيبقى الاعراض بسيطه، لكن اللي فضل بيبي او جنين داخل الرحم فتره طويله والفيروس عمال يتنقل له ده بينزل متدمر وهيموت، يعني ما تقلقوش عليه، يعني قلبك ما يوجعكش عليه، هيموت. طب لما يجي يستخبى عندنا بينام فين؟ جوه السل المونوسايت والماتروفاج وفي الكدني، يبقى ده عندنا بينام جوه سيلز مش جوه خلايا عصبيه، في المونوسايت والماكروفاج والكدني، وكل شويه يخرج من دول يعمل اسيمتوماتيك شيدنج، يتكاثر شويه ويرجع يستخبى تاني، يتكاثر شويه ويرجع يستخبى تاني. الدياجنوزس بتاعه عندنا ممكن نعمل ايه للدياجنوزس؟ الدياجنوزس بقى بتاع الفيروس ده بيعتمد على ايه؟ الدياجنوزس بتاع الفيروس بيعتمد اول حاجه على فيروس ايسوليشن، ان انا اشوف الفيروس شخصيا، وقلنا ده بيبقى بالالكترون مايكروسكوب. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اشوف السي بي اي السيتوباثيك افكت، التاثير بتاع الفيروس ده على خلايا جسم الانسان. الحاجه الثالثه ممكن يبقى فيه سيرولوجي، يعني ابدا ادور على ايه؟ على الانتي بوديز. ده الحاجه الرئيسيه. لما نيجي نشوف الفيروس عندنا ولما نيجي نشوف السيتوباثيك افكت ده بيحصل ازاي؟ لما نيجي نشوف الفيروس، الفيروس لازم يكون في سيل كالتشر،
يعني مجموعة من الخلايا، لازم يتزرع على مجموعة من الخلايا. لما اخد الفيروس شخصيا علشان اشوف تأثيره عامل ايه وشكله عامل ازاي، بتلاقي تأثيره اوضح من شكله. يعني الفيروس يدخل على السل، في خلال اسبوعين ثلاثة تلاقي الفيروس ده خلى السيلز اللي هو عداها تبقى منفوخة بالمنظر ده، وخلى النيوكلياس بتاعتها فيها انكلوجن بوديز، يبقى خلى السيل عندنا السيل سوولن منفوخة شفافة، وخلى النيوكلياس بتاعتها يبقى فيها انكلوجن بوديز. الانكلوجن بوديز دي اللي شكلها بيكون عامل زي الاول اي ابيرنس، زي عين البومة، يبقى هو هنا دخل جوه النيوكلياس بتاع السيل، خبى جواه شوية مواد بروتينز تخصه، حولها شبه عين البومة. يبقى لما يجيلي في الامتحان يقول لي مين الفيروس اللي ليه all eye appearance اللي شبه عين البومة، يبقى عندنا الفيروس اللي اسمه سايتوميجالو فيروس. الحاجة التانية عندنا، ولو سألك الانكلوجن بوديز فين، هي انترا نيوكلير. يعني لو سأل الانكلوجن بوديز فين، هي انترا نيوكلير. طيب لما نيجي نبص بعد كده على الطريقة التانية، الطريقة التانية عندنا ان انا عشان خاطر اتفرج على السيلز اللي هو عداها، ممكن لو الصبغات العادية مش واضحة ممكن اعمل فلوريسنت انتيبودي اند هيستولوجيكال ستيننج. يعني ايه؟ يعني هو اسمه سايتوميجالو، يعني بيخلي السيل منفوخة عملاقة، بس انا مش قادر احدد مكان الخلايا دي ولا يهمك، خلي انتيبودي يشيل صبغة مشعة فلوريسنت ويدخل يصبغ لك هو الخلايا. يبقى ممكن اتفرج مباشرة، او ممكن ان ادخل انتيبودي يصبغ لي السيل. وبعدين بشوف ايه؟ بشوف تأثير الفيروس. تأثير الفيروس عندنا اسمه CBE سايتوباثيك افكت، انه بيخلي النيوكلياس فيها انكلوجن بوديز شبه عين البومة. بحسها انا شبه تويتي اكتر. ممكن عندنا ان احنا نعمل سيرولوجيكال تيست ادور الانتيبوديز، والاي جي ام لو العدوى لسه جديدة، الاي جي جي لو العدوى قديمة او بقالها فترة طويلة. كمان عندنا في بعض الحالات يقولك طب ما تيجي كده ندور على الجينات بتاعت الفيروس، فبالتالي ممكن نعمل حاجة اسمها البي سي ار عشان اشوف الدي ان ايه بتاعه، النيوكليك اسيد بتاعه في سوائل الجسم او في التيشوز او في السي اس اف. يعني هو على حسب المكان اللي عامل فيه العدوى ابدا اخد العينه وابدا ادور فيها على الجينات بتاع الفيروس بالبي سي ار. يبقى دورت على الانتيبوديز، او دورت على الفيروس وتاثيره على الخلايا، او حتى بدل ما ادور على الفيروس كاملا دورت على جزء منه اللي هو الجينات بتاعته النيوكليك اسيد عن طريق البي سي ار. العلاج هو ده بيعمل جاينت سيل خلايا عملاقه، فالتريتمنت بتاعه بيبقى جان سايكلوفير. جان سايكلوفير. طب المنع عندنا المفروض ان احنا كل شوية ناخد بالنا هو مين اللي بيعدي، مين اللي السلايفا اكتر حاجة. طب نعمل ايه؟ اقول للامهات خدوا بالكو اثناء الحمل، مش تبوسوا اي حد حتى لو عيل صغير كده، يعني تاخدوا بالكو. الحاجة التانية اللي ممكن تعدي هي السكشوال كونتاكت، العلاقات الجنسية، يبقى نوقف بوس وعلاقات جنسية لو مش مطمنين للطرف التاني وقت الحمل. البريفنشن بيهيفيرز بقى، يعني دايما لما تيجي على حتة البريفنشن بيهيفيرز دي تبص تلاقيها يعني تجرح الكرامة شوية. ليه؟ لان تلاقي مختصر الوقاية من اي عدوى خليكوا نضاف بس. يعني يقولك الهيجين والبيهيفير ميجرز عندنا ممكن تيكن ان اوردر، هي ايه بقى؟ اولا نغسل ايدينا على قد ما نقدر، خاصة لو لمسنا اليورين او السلايفا بتاع طفل ولا حاجة، ام بتغير لطفلها ولا بتبوس طفلها ولا ابنها قال لها ايدي كمان معضاها عشان بسنن الحاجات دي. الحاجة التانية كل واحد ياكل ويشرب في حاجته يا جماعة، يعني الجلاسز الاتنسلز بلاش يعني نقعد ندي للعيال حاجتنا وناخد حاجة العيال عشان ما نعيدهمش. كمان don't kissing young children on the mouth or cheek، بلاش تبص. بصوا انا بكره حتة انه واحد يبص طفل في بقه ويقول لك ده علامة محبة. انا شخصيا بحسه سلوك مقزز جدا يعني، تمام؟ ويقول لك كمان وما تبصش في الخد يعني، ويا سلام لو تبص راسه ماشي خير مقبول يعني، لكن بوسه اللي هي مش عارف ما علينا. ماشي. وطبعا لازم نعلم بقى ايه الفيميل اللي ما عندهمش الفيروس اللي هم سيرو نيجاتيف، ما عندهمش انتي بودز وما عندهمش الفيروس دلوقتي، نعلمهم على المخاطر بتاعته وبلاش بوس وبلاش كذا وكذا عشان خاطر المخاطر بتاعته كبيره. نروح بعد كده للإبشتين بار فيروس. محاضره طويله انا عارف، بس لسه احنا في نصها. الإبشتين بار فيروس عندنا ده عباره عن فيروس بيكون من عيله الهربس، بس جيناته مختلفه عنهم شويه.
تخيل بقى ان اللي فاتوا دول رغم ان هم بيتنقلوا البوست لكن ده بيتقال عليه فيروس اوف كيسنج. تخيل رغم ان كيسنج كانت بتنقل الهربس والبوس الكيسنج بنقل السيتومجالو لكن ده اشهر واحد بيتنقل بالكيسنج، وان كان مش عارف ليه لسبب لا يعلمه الا الله ما اتكتبتش مباشره يعني. هم قالوا التلامس مع السلايف ماشي بس ما قالوهاش مباشره كده فيروس اوف كيسنج عشان خاطر كان الواحد بقى يحس ان هو نجح في انه يكرهكوا في البوس. الابشتين بار فيروس ده بعد ما بيدخل مع البوسه او مع الدروبلت مع اللعاب مع السلايفا بيتكاثر في منطقه البلعوم الاورو فارنكس، وبعد كده بيروح بقى يدور فين بقى؟ يدور على مكان البي لينفوسايت. الابشتين بار ده بيعدي البي لينفوسايت، فتبص تلاقي ان البي لينفوسايت اللي هي اصلا شغلتها كانت تصنع انتي بوديز. شغله البي لينفوسايت ايه؟ تتحول لبلازما سيل وتصنع انتي بوديز، ده وهي عقلة وهي سليمة. هنا هو دخل جواها وجننها يخليها تصنع بولي كلونال انتي بوديز. ايه ده بولي كلونال؟ بولي كلونال بروليفريشن للبي سيل، يعني وهي بتنقسم وتتكاثر ما تبقاش شكل واحد، ده تبقى اشكال كتير، فتطلع انتي بوديز باشكال كتير. علشان كده هتبدا تطلع انتي بوديز اي جي ام وجي وايه. مش بس كده، ده نان سبيسيفيك. اهم ما يميز الاجسام المضاده ان هي سبيسيفيك، يعني عارفين بالظبط ده طالع يهاجم فيروس اسمه ايه او يهاجم بكتيريا اسمها ايه. معروف الانتي بودي بيبقى خارج لهدف، لكن لما فيروس الابشتين بار فيروس عدا البي سيل عمل لها بوليكلونال بروليفريشن بدات تتكاثر باشكال مختلفه، طلع انتي بوديز كتير باشكال مختلفه بس بلا هدف. عارف كده لما تكون انت عمال تذاكر صفحه مايكرو وصفحه بارا وصفحه باث وصفحه هيستو وصفحه فيسيو وانت ما عندكش امتحان اصلا، ولا انت في الاجازه، انت نجحت بس عمال تبص هنا مره وهنا مره، ما حدش انت بتعمل ايه، ما حدش عارف انت بتعمل ايه. فالبي سيل كده برضو. طيب مين بقى اللي المفروض اصلا يتابع السيلز بتاعتنا طبيعيه ولا مجنونه؟ التي سايتوتوكسيك سيل. فالتي سايتوتوكسيك وهي عماله تعمل دوريات شرطه كده يقابلها بي سيل مجنونه، تقوم تعمل ايه؟ تقوم ترفضها. يبقى معنى كده بيحصل ريجكشن. ريجكشن رافض. التي سايتوتوكسيك سيل بترفض البي سيل، وده في المناعه بيبقى كارثه كبيره، لان التي سيل التي سايتوكسيك عارف زي بتتصدم، اللي هو انا متعوده ان البي دي من الجنود بتوعي من العساكر اللي بشغلها، فجاه البي اللي كانت بتشتغل عندي البي اللي كانت بتساعدني بقت مشوهه خارجه عن السيطره عماله تطلع انتي بوديز بلا هدف. فالتي سايتوتوكسيك بتبدا ترفض البي لينفوسايت، بتحاول تدمر، لكن كمان بيحصل خلل بالتبعيه في التي لينفوسايت بيبقى اسمها اتيبيكال تي لينفوسايت، يختلف شكلها ومنظرها كده عن الطبيعي. يبقى البي لما كانت مختلفه التي بدات ترفضها، لكن كتر الرفض ادى الى تشوهات في التي كمان، بقى في اتيبيكال بي واتيبيكال تي. طب اللي عنده ابشتين بار فيروس ده جاي يشتكي لي من ايه يعني؟ انفكشوس مونونيوكليوزيس. واحنا اتفقنا من شويه ان السيتوميجالو بيعمل حاله شبه الانفكشوس مونونيوكليوزيس، لكن الابشتين بار ده هو بتاع الانفكشوس مونونيوكليوزيس، بيبقى عنده فيفر وهيدك وماليز. عارفين حضراتكم فاهم بتاعت اي عدوى، فيفر انوركسيا هيدك ماليز، حراره عاليه وصداع فقدان للشهيه وخم او اجهاد. وبعدين يروح بقى الفيروس ده ياثر على الجهاز الليمفاوي، الليمف نود والليفر، فيعمل عندنا ليمفادينوباثي تضخم في الليمف نود ويعمل ارتفاع في انزيمات الكبد. هنا بقى دي المرحله الاكيوت بتاعته اللي هي الانفكشوس مونونيوكليوزيس، حاله بتتحب جدا عندنا في العيادات، لان تجيلك الام معاها طفلها عنده الاعراض دي ظهرت بقالها يومين ثلاثه وتضخم في الليمف نود، وحضرتك كده تلاقي الام دي بحثت على جوجل لقت يعني وين جوجل دقت لقت ان ده ليمفوما، ان ده عنده ليمفوما، يا نهار ابيض جهلك بقى ايه بتموت. فانت بشويه فحص بسيط تلاقي الواد ده يا عيني كان ملطشه كل اللي رايح يبوسه وكل اللي جاي يبوسه، والواد ده عنده شويه سكين راش بيظهروا في بعض الحالات، مع عنده التهابات في الاوروفارنكس مع الفيفر والانريكسيا والهيدك والماليز والليفر انزيمز عاليه شويه. ده بيدخل اوضه الكشف تقول لهم يا جماعه ده انفكشوس مونونيوكليوزيس مش سرطان زي ما انتم فاكرين، خارجين داخلين بيعيطوا خارجين بيزغرطوا. فانت كده بقيت دكتور بتعالج جوه اوضه الكشف اصلا، انت متخيل انت بتعالج فين؟ جوه اوضه الكشف، الناس خارجه سعيده بعد ما كشفت بس قبل ما ياخدوا علاج حضرتك،
طبعا ايه بقى الناس اللي عندك في العياده قالوا عليك سحر، بس يبقى حظك وحش لو كان ده اخر كشف. المهم لو الفيروس ده طول شويه، الفيروس ده المفروض ده العنوان اللي بعد كده اللي بيشتم بار فيروس اند مالجنسي، ده العنوان رقم يعني ده واحد، ده يبقى رقم 2. المالجنسي عندنا لو الفيروس طول بيعمل نوعين من السرطان، نيزوفارينجيال كارسينوما سرطان بالعوم ده عند الصينيين، وبيعمل بيركت ليمفوما سرطان بيجي في الليمفوسايتس عندنا في البي ليمفوسايت مشهور في الافارقه خاصه في كينيا، وبيجي في الليمفوسايت اللي في منطقه الفك في الجو، تلاقي حته دي كبيره كده فيها خلايا سرطانيه، مين اللي عملها؟ ايبشتين بار فيروس. بس دايما عشان يعمل بيركت ليمفوما بيحتاج شريك في الجريمه، بيكون في ملاريا معاه. طب لو حب ينام، طبعا يبقى ده اكيوت وده كرونيك لو طول. طب لو حب ينام، بينام في البي ليمفوسايت، ولو صحي يعمل لايتك سايكل يعني يدمر البي ليمفوسايت ويخرج في البلاد يعمل عدوى جديده ويستخبى تاني وهكذا. التشخيص بتاعه في المعمل عندنا، اولا ممكن ناخد عينه بلاد عشان اشوف الليمفوسايتوزس، في ليمفوسايتس كتير وحتى بتبقى اتيبيكال ليمفوسايتس، البي ليمفوسايت بوليكلونال بروليفريشن يعني مشوهه والتي تشوهت بالتبعيه. كمان عندنا هل ممكن اشوف الفيروس نفسه؟ اه ما احنا قلنا في التشخيص ممكن نشوف الفيروس نفسه بيبقى نايم جوه الليمفوسايت، سواء هشوفه شخصيا بالالكترون مايكروسكوب او هشوف الدي ان ايه بتاعه بالبي سي ار او الدي ان ايه هيبريدايزيشن تحاليل الدي ان ايه. غير كده كمان انا ممكن ادور على الانتي بوديز، والانتي بوديز اللي بتطلع في حاله الاصابه بايبشتين بار فيروس هتبقى نوعين، الفيروس موجود جوه البي ليمفوسايتس يبقى دي عندنا البي ليمفوسايت جواها الايبشتين بار فيروس، هل هو بيعدي 100% من البي ليمفوسايت؟ لا بيعدي شويه، وفي بي ليمفوسايت بتبقى سليمه، يبقى دي سليمه لكن دي مريضه. السليمه هتطلع ايه؟ انتي بوديز عشان تهاجم الايبشتين بار فيروس، فدي انتي بوديز سبيسيفيك للايبشتين بار فيروس، يبقى انا ممكن الاقي الانتي بوديز اللي طالعه عشان تهاجم الايبشتين بار فيروس. طب المريضه بتطلع ايه؟ قلنا بوليكلونال بروليفريشن وبتطلع انتي بوديز على كل شكل وكل لون، عشان كده بسمي الانتي بوديز دي متناقضه هيتيروفيل انتي بوديز. يبقى انا لو قررت في لحظه من اللحظات تشخيص الايبشتين بار فيروس عن طريق الانتي بوديز هعمل ايه؟ يا اما اشوف الانتي بوديز المتخصصه في الهجوم على الايبشتين بار فيروس، لو موجوده يبقى الفيروس موجود، يا اما اشوف الانتي بوديز الكوكتيل اللي خارجه من السيلز المريضه او المصابه بالايبشتين بار فيروس اللي احنا بنسميها هيتروفيل انتي بوديز. يبقى ممكن اشوف الهيتروفيل او الايبشتين بار فيروس سبيسيفيك انتي بوديز، او ممكن اخد الفيروس ده من السلايفا شخصيا. انا بقى لو المريض اللي قدامي عنده سايتوميجالو فيروس، السيتوميجالو ممكن يعمل نفس اعراض الايبشتين بار، لكن الفرق بينهم مش هلاقي الانتي بوديز دي موجوده، لان السيتوميجالو ما بينامش اصلا جوه البي ليمفوسايت، السيتوميجالو كان بينام جوه المونوسايت والماكروفاج والسيلز بتاع الكدني. طيب ممكن ادور في عينه سلايفا، ممكن عينه سلايفا ادور فيها على الفيروس بالالكترون مايكروسكوب. هل في علاج؟ مفيش علاج. هل في فاكسين؟ مفيش فاكسين، حتى ولو لسه بنطوره يعني. نروح بعد كده للفيروس مامس. مامس اللي احنا قتلناه بحثا في الجي اي تي باثولوجي هو التهاب الغده النكفيه الباروتيد جلان. مامس التهاب الغده النكفيه الباروتيد جلان بيتنقل ازاي؟ ده بقى ريسبيراتوري، احنا خرجنا من العيله بتاعت الهربس خلاص، احنا اتكلمنا على خمسه في عيله الهربس، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، سته وسبعه وثمانيه ما اتكلمناش، دي حاجات تافهه. لكن قلنا في وسط العناوين كده ان هيربس 8 بيعمل كابوزي ساركوما سرطان اوعيه دمويه خاصه في اللي عندهم ايدز، لكن المامز فيروس عندنا ده بيتنقل بالتنفس بريسبيراتوري، يعني ان مخلطه كده حد مصاب برضه الدروبلت معانا، لكن هو المخلطه لازم غالبا كده اطفال مدرسه وقاعدين جنب بعض في فصل واحد وبيكحوا ويعطسوا في وش بعض كده يبقى حاجه قذره كده. المشكله ان الانكيوبيشن بيريود بتاعته فتره الحضانه بتبقى من 14 ل 21 يوم، يعني النهارده طفل عنده التهاب في الغده النكفيه الباروتيد جلاند كح في وش صاحبه وصاحبه اتنقل له الفيروس، تظهر الاعراض بعد اسبوعين ثلاثه 21 يوم،
في خلال ال 21 يوم الطفل اللي جاله العدوى ده مش ظاهر عليه حاجه، وعمال رايح جاي في المدرسه ويكح ويعطس في وش الناس عادي خالص يعني، وهو اصلا مصدر العدوى. عشان كده لازم لما يكون في حد جاله المرض بدا يظهر يتعزل، لان الموضوع بيبقى صعب جدا السيطره على العدوى. الكلينيكال بيكتشر عندنا برضو فيبرايل إلنس يعني سخن شويه، والفيروسات ما بتعملش حراره عنيفه يعني، والسليفري جلاند خاصه الباروتيد بتبقى ملتهبه، ممكن شويه اللي تحت السب ماكسيلري او اسف السب مانديبولار ممكن شويه، ولكن عندنا غالبا الباروتيد هي اللي بتلتهب. الكومبليكيشنز كنا اتكلمنا عليها حتى في الباثولوجي، قلنا بكلمه مامس. الام عندنا كان بيعمل ايه؟ الام الاولى كان بيعمل ماستايتس، التهابات في البريست. الاو اوركايتس، التهابات في التستس. الام كانت المننجايتس بعيلتها، يعني ممكن مننجايتس لوحدها او مننجايتس ومعاها انكفالايتس، وساعات حتى يعمل نيورايتس، التهاب في الاعصاب. والبي كانت بنكرياتيتس، بيعمل التهاب في البنكرياس. النهارده هقولهم نفس الكلام وهزود حاجات بسيطه. يعني عندي الام مثلا اول حاجه ماستايتس، العيله بتاعه الغدد هو بيحب يعديها، يعني هو بيعدي غده اسمها ايه الغده اللي بيعديها اصلا؟ الباروتيد. لكن لو انتشر ممكن يعمل ماستايتس، الغده اللي اسمها البريست، او يعمل ثايرويدايتس، التهاب في الثايرويد، او البي بنكرياتايتس تبع الغدد برضو. الحاجه الثانيه الاو اوركايتس، التهابات في التستس، ودي غالبا بتحصل بعد البلوغ عندنا، لكن مش يعني ايه مش حاجه عنيفه، مش تعمل انفيرتيلتي، مش تعمل عقم، لا لا، ده لما بتعمل عقم عندنا بتبقى يعني فيري رير. بعد كده عندنا الام هي مننجايتس، طبعا لو عمل مننجايتس ده فيروس هيعمل اسيبتك مننجايتس، وده حاجه كومون، حاجه مشهوره، تعتبر اشهرهم تقريبا. نص الناس اللي عندهم مننجايتس عندنا هيبقى عندهم ايه؟ هيبقى اللي عندهم باروتايتس هيبقى عندهم مننجايتس، والنص الثاني مش هيبقى عنده. طيب ممكن حتى يبقى عنده مننجايتس، ونص اللي عندهم مننجايتس بسبب الباروتايتس مش ظاهر عليه اعراض الباروتايتس اصلا، يعني الغده دي ما كبرتش بس المننجايتس ظهرت. في بعد كده عندنا الاوركايتس، دي ممكن يبقى زيها اوفرايتس، التهاب في الاوفري، والبي قلنا بنكرياتايتس. لو وصل بقى من المننجيس للبرين وعملت مننجو انكفالايتس هو نادر بس اكيد هو اكثر قوه واكثر عنف، يبقى بتعمل مننجايتس، اسيبتك مننجايتس، تعمل مننجو انكفالايتس، يبقى دي الام بعيلتها. بعد كده عندنا الاو بتعمل ايه؟ اوركايتس او اوفرايتس في الاوفري لو هي في ميل، والعقم نادر ان هو يحصل وغالبا بيجي بعد البيوبارتي. الام اللي بعد كده هيبقى ماستايتس، التهابات البريست والجلانس الثانيه زي الثايرويد مثلا، والبي هيبقى بنكرياس، بنكرياتايتس. الدايجنوزس ممكن اشوف الفيروس من السلايفا او من السي اس اف او من اليورين، ولما اجي ازرعه ده بيتزرع على ايه؟ على كليه ايرد مانكي كيدني. ممكن عندنا نعمل سيرولوجي، ممكن عن طريق الانتي بوديز الاي جي ام هي اللي بتكون بتاعت العدوى الريسنت، العدوى ايه الجديده. طبعا السي اف والاتش اي والاليزا الستات اللي بندور بيها على الانتي بودي، مش حاجه مهمه قوي يعني. البريفنشن في فاكسين للمامس والميسلز اسمه ام ام ار، مامس اللي فات، ميسلز اللي جاي، والار روبيلا اللي مش هيجي. الميسلز فيروس طريقه العدوى بتاعته، ده واحد من الموست انفكشوس ميسلز، الحصبه واحد من الموست انفكشوس ديزيز اللي احنا عرفناهم، بيتنقل كمان بالدروبلت انفكشن برذاذ، فتره الحضانه بتاعته من 10 الى 12 يوم. هو بيعدي زي اللي قبله الابر ريسبيراتوري تراكت، لكن كمان ممكن يعدي اماكن ثانيه، ممكن يروح للبلاد بعد كده للسكن، او يبقى في العين في الكونجنكتايفا. لكن اهم ما يميزه الطفح الجلدي، بيروح للسكن بيعمل سكن راش، الحصبه دي اهم ما يميزه. الانكيوبيشن بيريود حوالي من 10 ل 12 يوم، اسبوعين. في الاول الطفل بتلاقيه سخن، جاله فيفر وقعد يكح شويه كده، بس الكحه دي مش من اللانج، الكحه دي من زوره من الحلق، فعنده سور ثروت، التهاب في الحلق، وعمال يكح كحه جافه من غير بلغم من غير سبيوتم، ما هي بعيد عن اللانج اصلا، ده هي من الحلق من فوق. بعد كده ممكن العين تلتهب، وممكن نلاقي الكوبلكس سبوتس. ايه هي الكوبلكس سبوت؟ تلاقي دوائر زرقاء كده في النص لونها ابيض، بتيجي عند الضروس كده، بس دي من الحاجات النادره جدا ان هي تتشاف. بعد كام يوم بقى احنا مش عارفين الطفل ده عنده ايه، بعد كام يوم تبص تلاقي الطفل ظهر عنده الطفح الجلدي المميز بقى، اللي بيكون ماكيول وبابيولار راش، ماكيولز يعني بقع، وبابيولز يعني حتت بارزه، وبيبدا في الهيد وبعد كده يروح للبودي،
يبقى انا اتكلمت على اللي بيبدا في الهيد ويروح للبودي، ده الميسلز اللي كان بيبدا للبودي وبعدين يروح للفيس واللمس، هو مين؟ فاريسيلا للتشيكن بوكس. وادي الطفل اللي عنده ايه؟ كومبلكس سبوتس. الكومبليكيشنز المضاعفات ممكن بقى يتوزع في الريسبيراتوري سيستم واخواته، يعني ينزل تحت من الحلق كده، ينزل تحت يعمل برونكونومونيا التهاب رئوي، يطلع يمين وشمال للاير يعمل اوتايتس ميديا التهابات في الاذن الوسطى، او يروح للبرين يعمل انكفالايتس عاديه وهي بتحصل حاله في كل 2000 مريض، او يعمل حاجه اسمها سب اكيوت سكليروزنج بان انسفالايتس، مع انه ما كانش مستعجل، قال لك انا هطول في البرين شويه، هاخد كرونيك انفكشن ويبدا يتكاثر في البرين ويعمل نيورو ديجنريتيف ديزيز، يدمر خلايا البرين كامله. بان انكفالايتس، بان يعني كل الاماكن في البرين، واي مكان بيعديه يا اما يدخل لوحده يا اما يعزم بكتيريا تيجي معاه، سكندري بكتيريال انفكشن ممكن تحصل. الدياجنوزس هو سهل كلينيكال، يعني غالبا ما بنبصش على المعامل. البريفنشن الفاكسين بتاعه هو الام ام ار فاكسين اللي هو برضه قلنا ميسلز مامبس روبيلا، وهنا بس شرحه شويه، ده اللي احنا بنسميه الثلاثي الفيروسي، يعني في تطعيم كان اسمه الثلاثي البكتيري الدي بي تي، الدفتيريا والبرتاسس والتيتانوس، لكن حالا ده اسمه الثلاثي الفيروسي الام ام ار، قلناه مع المامبس وبنقوله مع الميسلز عندنا. ده بيتاخد سبكوتينيوس في سن من 12 الى 15 شهر، يعني من سنه لسنه وثلاث شهور بيتاخد التطعيم ده، جرعه واحده بس لانها بتحمي 90% من الميسل، 95 الى 99% من الروبيلا. الميسلز والمامبس زي بعض 90%، الروبيلا بتبقى من 95 الى 99%، الروبيلا دي اللي هي الحصبه الالماني بس ملهاش شرح عندنا. التريتمنت هو ملوش علاج، بيتعالج بطب الامهات، يعني ايه؟ نام ارتاح، اشرب سوائل، ما تاكلش حاجه مسبكه محمره فيها زيوت كتير، نعمل لك كمادات وبيبقى لوحده ان شاء الله كويس بعد كده. اتمنى يكون الكلام واضح ومفهوم، محاضره طويله ومرهقه لكنها في الاخر ان شاء الله كده اي سؤال بيجي فيها في الامتحان اكيد قلبنا جامد، محاضره تقيله، اوقات ما بيحبوش يجوا فيها اسئله كتير في الامتحان، لكن احنا شرحناها، وبما ان داخل في الامتحان محاضرتين هما اتنين داخلين في الامتحان، اتمنى ان يعني لما الاسئله تيجي متوزعه على الاثنين اتمنى نحل الاثنين. بكده بنكون خلصنا الحصه بتاعتنا، وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، حتى نلتقي في فيديو اخر، لكم مني الف تحيه، مع السلامه.